طبعا اني عندي هواي 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 فلوس يا شباب ويا بنات، مو فلوس اقصد بلوكات مال كابل ستون. شوفوا كم عندي هواي ستاكات مال كابل ستون، يعني هذا الصندوق كامل متروس كابل ستون، هذا الصندوق الثاني متروس كله كابل ستون، هذا الصندوق الثالث كله متروس كابل ستون، هذا الصندوق الرابع كله متروس كابل ستون. يعني شباب وبنات احنا كلش اغنياء وعندنا كميه كلش كبيره مال كابل ستون. طبعا يا شباب ويا بنات اني هسه ان شاء الله راح اسوي لي شغلات رهيبه من الكابل ستون، راح اسوي لي دروع من الكابل ستون، راح اسوي لي ادوات من الكابل ستون، راح اسوي لي هواي هواي شغلات من الكابل ستون. بس المشكله هذا الكابل ستون يا شباب ويا بنات اذا راح يخلصن من عندي راح اصير فقير. هو اصلا اني فقير، بس اذا ما راح يكون عندي كابل ستون راح اصير افقر من الفقير. فاني قررت شنو راح اسوي يا شباب ويا بنات، بما اني صار عندي هسه دروع من الكابل ستون راح ابني لي شنو؟ راح ابني لي بنك اي حتى اخبأ فيه كل هاي الكمية الاسطورية مال الكابل ستون. تمام يا شباب ويا بنات يلا بينا. هسه طبعا عندنا هذول الادوات الحلوين، فخلينا ناخذنا هسه كمية كلش زينة من الكابل ستون ونبدي نشتغل على البنك مالتنا الاسطوري. طيب البنك راح يكون من هذا الاتجاه ان شاء الله، راح يكون من هنا الباب. اوكي مثل ما جاي تشوفون من هنا الباب، ومن هذا الاتجاه راح يكون البنك يا شباب ويا بنات. ان شاء الله راح يعجبكم بشكل مو طبيعي، وهذا الباب اللي يفتح البنك واللي يسده، يعني شغلات رهيبه بكل اختصار. اوكي فاحنا اول مره خليه يا شباب ويا بنات نبني البنك مالتنا او نسوي الهيكل. الهيكل مال البنك مالتنا راح يكون 4×8 او 8×8 او ما ادري على حسب، او راح اسوي 5. اوكي راح اسوي 5 ومن هنا 10. اوكي من هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوكي اعتقد كلش كافي. اي من هنا همينه راح يكون 20 اعتقد اذا ما خاب ظني، اذا من هناك 10 من هنا 10 يعني راح يكون من هنا 20. اوكي 1 2 3 4 5 ومن هنا 1 2 3 4 وراح بعد نضيف بلوكه. اوكي كلش تمام. يلا هسه خليني نكمل نشتغل على شنو؟ على البنك مالتنا الاسطوري يا شباب ويا بنات، اي حتى نحمي كل الكابل ستون اللي عندنا. يلا 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 ماكو مشكله، خلينا نكمل نشتغل على البنك مالتنا الاسطوري وان شاء الله ان شاء الله راح يكون بنك كلش اسطوري يا شباب ويا بنات. بس قبل كل شيء لازم احنا هسه نخلصه. طبعا راح اسوي لي فوق حركه كلش اسطوريه وان شاء الله ان شاء الله. هاي شنو؟ لا ما اريد الباب ينفتح، اريد ابني فوقه بهذا الشكل. اوكي خلصنا تقريبا 50 إلى 60% من البنك مالتنا الاسطوري الخنفشار اللي ما في احسن من عده. اوكي خلي احنا نكمل نحط لنا كل الكميه مال الكابل ستون بهذا المكان. واو 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 والله العظيم راح يصير عندنا بنك اسطوري. طبعا اني اسمي حميد، طبعا حميد ان شاء الله راح يصير عنده بنك ابو الاساطير. لا طحنا 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 طحنا، خليني ارجع اصعد اللي فوق، فلشنا هاي البلوكه، فلشنا همين هاي البلوكه مره ثانيه، فلشنا هاي البلوكه مره ثانيه. اوكي نكمل نبني هذول البلوكات او السقف، خلي نكمله بهذا الشكل. لازم يكمل عندنا السقف حتى يكمل عندنا الهيكل مال هاي البنايه كامله ان شاء الله. اوكي فخلي نكمل احنا نبني ابني ابني. الحمد لله والشكر على كل حال يا شباب وبنات، قربنا نخلص والله العظيم ما باقي شيء، ما باقي شيء يا شباب ويا بنات. وان شاء الله راح يصير عندنا بنك كلش اسطوري، راح يجوا لنا هواي زبائن راح ياخذون من عندنا كابل ستون. يعني مثلا واحد ياخذ له 64 حبه كابل ستون ورا اسبوع يجي ويرجع لنا ستاك ونص، يعني هيك يعني فهمتوا النظام مال البنوك وما ادري شنو. اوكي ماكو مشكله، احنا هسه خلي نكمل نفلش كل هاي. اوكي هسه خلي نجرب ندخل ونشوف البنك مالتنا. بنك اسطوري حرفيا، بنك اسطوري. بس لازم نسوي بيه نوافذ شباب وبنات حتى نقدر نشوف كلش زين. بس المشكله بالبنك ما لازم يكون النوافذ كلش كبيره حتى ما يجون حراميه، يعني لازم يكون يعني نوافذ يعني صغيرونه كلش، يعني فهمتون السالفه شلون راح تصير. يعني بكل اختصار راح يكون النوافذ مال البنك كلش صغيرونه وكيوت. اوكي طيب هسه شنو راح نسوي؟ راح نغير لنا الارضيه ان شاء الله، وهاي الارضيه ديرت كلها راح نطيرها وراح تجي مكانها ارضيه ثانيه اللي هي ارضيه الكابل ستون الاسطوري. ورا ما نخلص كل هذا ان شاء الله يا شباب وبنات راح اشوفكم في الطريقه حتى انه تسوون بيها حرف كلش اسطوري. هسه اقول لكم شنو هذا الحرف بالضبط يا شباب ويا بنات. اوكي يلا يلا هسه خلينا نكمل نفلش كل هذا. اوه لا صارت الدنيا ليال، هسه شلون مرت هاي؟
يبينا ندور لنا هسه على شنو يا شباب ويا بنات، على مأوى انه احنا ننام بيه. اوكي خلي نجمع لنا هذول الصوفايات حتى شنو، حتى احنا نسوي لنا سرير. طيب يبينا خشبايات، خلي نجمع لنا خشبايات من هنا، نحتاج لنا بس 3 خشبايات يا شباب ويا بنات. ناخذ لنا الخشبايات ونرجع وننام بالبنك مالتنا الاسطوري. اي لازم ننام بالبنك. اوكي ندخل ايوه الكرافتنج تيبل، اريد الكرافتنج تيبل. اوكي يعني نجيب الكرافتنج تيبل اللي موجوده هنا مالتنا وراح ندخل لجوه. اوكي حلو 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 حلو، نحط لنا هنا. طيب لازم ننام بمكان بكابل ستون، لان الصراحه تعرفون انا كلش غني، ما عندي وايد كابل ستون. اوكي ماكو مشكله، نكمل نحط لنا الكابل ستون بهذا الشكل. طيب نجيب لنا الكرافتنج تيبل، نحط الكرافتنج تيبل هنا، نسوي لنا سرير بهذا الشكل اعتقد اذا ما خاب ظني. اي صار عندنا سرير، يلا 3 2 1 تصبحون على خير. يا صباح الخير، واخيرا اجى الصبح. يلا جاهزين يا شباب ويا بنات حتى نكمل الارضيه مالت شنو، مالت البنك مالتنا الاسطوري. يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، خلي نخلصه. اوكي بهذا الشكل ما باقي شيء، هسه بس باقي انه احنا نفلش لنا هاي الكميه مال الديرت اللي موجوده. انا شنو الخفافيش هاي، خفافيش ضوجتني، لازم نقتل لنا هذا الخفاش. شباب تعال تعال موت. كان خفاش اول مات، خفاش الثاني مات، ما خفاش الثالث، خفاش الثالث قلت لك والله العظيم شنو السالفه، ليش دا يجون الخفافيش شباب؟ ما اريد خفافيش يجون يعني البانيك ماتي، والله ما ادري شنو السالفه. اوكي ماكو مشكله، احنا هسه خلينا نكمل نفلش كل هذا الديرتي اللي موجود هنا، وبعدين شنو نحط مكانه، نحط مكانه الكابل ستون. زين كابل ستون زين، ترتسى كله كابل ستون كله 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 بهذا الشكل خلاص. اي 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 اوكي هسه صار عندنا بنك اسطوري باتم معنى الكلمه. دقيقه اذا فلش النهايه شباب اعتقد اكو خلل. اي هذول لازم يكون كابل ستونات شباب، شو السالفه. اوكي هسه نرجع ونحط الباب هنا، هسه نغلق نفتح نغلق نفتح. طيب هسه خلي اصعد حتى اسوي لي فيكه، ان شاء الله ان شاء الله راح تعجبكم بشكل مو طبيعي. طيب هسه راح نجيب النص وراح اسوي شنو، راح اسوي حرف بي 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 شباب. هسه اقول لكم شلون نصنع حرف البي، راح يكون بهذا الشكل ان شاء الله. اوكي هذا حرف البليونير او بي، يعني شنو بليونير، بي 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 بي. اوكي هاي خلينا نفلش دقيقه، هسه اقول لكم هذا هذا رقم 8 مو بي. دقيقه نجرب هيجي ثواني بس يا رب يكون حرف بي. دقيقه خلي نشوف، ان شاء الله ان شاء الله حرف بي يعني بنك. اوكي الله حرف بي يخبط، وهذا صار عندنا كلش كلش افضل واحسن بنك بالعالم كله. طيب احنا هسه شنو نحتاج يا شباب ويا بنات، نحتاج لنا شوي خشبايات، خلي نروح نفلش لنا شوي خشبايات حتى نصفط لنا الوضع. نحتاج لنا هيك تقريبا الى 10 الى 11 يعني شلون اقول لكم صندوق، بينا شويه صناديق يا شباب ويا بنات حتى نكمل شغلنا. اوكي نصعد لفوق مثلا، نجمع لنا هاي الشجر اللي موجوده هنا، اخي لازم كل الشجر كله نجيبه. اوكي طيب نحتاج لنا بعد شجرايه مثلا، هاي الشجرايه اللي موجوده هنا خلي اوه اكو شجرتين، والله حلو، والله اول مره اشوف لي شجرتين يم بعض. شباب شفتون مره بحياتكم شجرتين يم بعض؟ والله انا اشوف لي اول مره بحياتي شجرتين يم بعض. خلي نجمع لنا بعد. اوكي اعتقد هيك كميه كلش كافيه. نرجع هسه للبنك مالتنا وشنو نسوي يا شباب ويا بنات، ونسوي لنا صناديق كلش كلش هواي حتى شنو، حتى نصفط كل الكابل ستون اللي عندنا. اوكي هسه اول مره خلينا نرجع للبنك. واو واو يا شباب، واو واو يا شباب. اوكي اوكي خلي هسه نروح للبنك اول مره ونسوي لنا كميه. اوه شوف 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 الباب مال البنك مالتنا الاسطوري حرفيا كلش فخم يا شباب ويا بنات. طيب نسوي لنا هسه صناديق صناديق. اوكي احتاج لنا 9 صناديق، والله حلو والله حلو، بين الصندوق والصندوق نحط لنا صندوق شباب. اوكي حلو والله حلو، 9 صناديق يخبلن كميه كلش اسطوريه. اوكي يحتاج لنا بعد صناديق شباب، بس قبل كل شيء هسه لازم احنا ننقل كل هذا الكابل ستون النقله لغير مكان، فهمتون السالفه شلون يعني. طيب لازم ننقل كل هذا الكابل ستون بهذا الصناديق، يعني فهمت الشغل شلون راح يكون ان شاء الله، راح يكون الشغل كلش كلش بسيط وما في احسن من عده. اوكي فخلينا ننقل ناخذ لنا كل الشغلات هذا كله لازم. اوكي هذا الصندوق راح يكون كله بالاغراض العاديه او اللي ما راح نحتاجها، هنا راح يكون الصناديق. اوكي بس راح اجيب وياي اكس حتى اقدر افلش لي هذول شنو الخشبايات اللي موجود، اقصد الصناديق اللي موجودين هنا. اوكي ناخذ لنا نقبط الانفنتوري حلو، عشان نجي نرجع لهنا ونحط لنا الكميه مال الكابل ستون كلها بهذا الاتجاه. اوكي هذا الصندوق قبط من الكابل ستون، نجي للصندوق اللي بعده
حلو 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 حلو، والله شغل رهيب يا شباب يا بنات. يلا بعد بعد بعد، خلي ننقل هسه كل الكبلستون اللي موجود هنا. أنا اوكي انفلشنا كل الصناديق بهذا الشكل. حلو حلو حلو، تعال تعال تعال. طيب طيب اوكي خلاص اخذنا كل الصناديق، بس بس باقي اشي واحد انه احنا ننقل لنا الاغراض. اوكي طيب، هذا ان شاء الله راح يكون صناديق هنا وصناديق هنا وصناديق مثلا من هذا الاتجاه. خلينا نفلش هاي مثلا، نحط لنا مكان الصناديق، كل مكان صناديق شباب، كل مكان راح يكون ان شاء الله. دقيقه اكو حركه نقدر نسويها شباب بيتش يعني او لا لا، بالعكس بالعكس بالعكس، ايه هسه تمام يعني نقدر ننقل كل شو اسمه الكابل ستون بضغطه واحده، يعني ما حاجه انه احنا نبقى نحملهم كلهم. اوكي ناخذ كميه كلش زينه مال الكابل ستون، نجي لاحد الصناديق الفاضيه مثلا هذا، نسوي زي كذا شوفوا يعني بثواني بلمح البصر يعني فهمتوا يعني يعني ماينكرافت خبره خبره ماينكرافت تقريبا 4 سنوات ما ادري 5. اوكي نكمل نكمل ننقل كل الاغراض يا شباب بنات. مثلا نختار هذا الصندوق، هذا الصندوق فاضي نجيب هيك. اوكي نقلنا كل الكابل ستون هسه، هذولك ننقلهم بهذا الشكل. يلا ما باقي شيء شباب، واو 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 والله العظيم فد شيء اسطوري، نقلنا كل الكابل ستون بالبنك مالتنا الاسطوري الخنفشار اللي ما في احسن من عنده. هذا الصندوق فاضي، ايه هذا الصندوق فاضي، خلاص حولنا كل شيء هنا، نحول همينا كل شيء هنا. تقريبا هاي اخر دفعه مال كابل ستون، وان شاء الله هسه راح اروح اجمع لي بعد كميه كلش اكثر مال كابل ستون. طيب هذا الصندوق شنو موجود داخل؟ اوه شباب وبنات شنو موجود هنا؟ هذول ماتي؟ والله حتى مو ماتي راح يصيرن الي شباب. اوه ماي جاد، دقيقة دقيقة خلي ارجع احط كل الكمية مال الكبل ستون وارجع اخذن هذول كلهم. واو واو شباب وبنات شوفوا هذه البيكاكس الاسطورية. اوه ماي جاد يا شباب يا بنات، البيكاكس الاسطورية يعني اذا على هاي الوضعية نقدر احنا نسوي. طيب 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 طيب، هذا الريد ستون ما نحتاجين احنا ريد ستون. اوه صارت عندنا بيكاكس اسطورية، شوف التطويرات اللي بيها يا شباب ويا بنات. واو هاي ولد 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 ولد، هذا منو؟ اي وراك ليش جاي تسرق لي اغراضي؟ رجع لي اغراضي يلا. شباب وبنات منو هذا؟ انت اللي سرقت لي اغراضي، رجع لي اياهم يلا. خلاص اخذن اخذن، اسف والله اسف. لا انا ما سامحك، انا هسه راح اروح للشرطة وراح اشتكي عليك. اوكي لا لا ارجوك ارجوك لا تروح للشرطة ارجوك، الله عليك عم والله اسوي اللي تريده، بس لا تتصل على الشرطة والله العظيم راح ارجع لك اياها. شوف هذول 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 كل اغراضك بعد انا ما احتاجهن. لا والله العظيم انا هسه راح اشتكي عليك بالشرطة ويمين بالله راح ياخذونك وراح تبقى طول حياتك بالسجن، لانك انت حرامي وسارق وما تستاهل اي شيء. اوكي ارجوك ارجوك سامحني والله 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 اسف والله اسف. لا انا ما سامحك، راح اروح اشتكي للشرطه. لا بليز لا بليز، والله انا صاحب هذا البنك، اقدر انطيك هسه 100,000 ستاك بلوكت حجر، والله العظيم اقدر انطيك اي بلوكت حجر انت تريدها. لا انا ما اريد لا حجر ولا بطيخ، انا اريد تعويض، اريدك تنطيني تعويض على مود انت سرقتني. طيب بس قل لي شنو هذا التعويض اللي تريده؟ طيب أنا التعويض اللي أريده، أريدك هسه تفتح هذا التلفزيون، وأريد هسه كل المتابعين كلهم يضغطون على هذا الزر الأزرق اللي هو زر اللايك، ويضغطون على هذا الزر الأحمر اللي هو زر الاشتراك، ويضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي هو زر تفعيل جرس الإشعارات، حتى شنو؟ حتى أنا أسامحك وما أشتكي عليك بالشرطة. أوكي؟ أوكي يلا روح يلا روح. أوه الله عليكم شباب وبنات، إذا تردون هذا عمو ستيفي ما يتصل على الشرطة وما أتورط وما أنسجن. أريدكم هسه شباب وبنات كلكم تضغطون على هذا الزر الأزرق اللي يزر اللايك، وتضغطون على هذا الزر الأحمر اللي يزر الاشتراك، وتضغطون على هذا الزر الرصاصي اللي يزر تفعيل جرس الإشعارات، حتى هذا عمو ستيف ما يتصل على الشرطة. خلاص بعدني ما سامحتك ترى، بس روح نام وإن شاء الله باكر راح أقول لك كم شغلة لازم أنت تسويها حتى أسامحك 100%. تمام؟ خلاص عمو إن شاء الله إن شاء الله راح يسامحنا هذا. يلا يلا شباب وبنات إحنا هسه خلينا نروح ننام أول مرة أحسن لنا، يلا تصبحنا على خير. والله كنت راح انسجن. صباح الخير وأخيرا إجي الصبح، والله الحمد لله وشكرا لك العالي يا شباب وبنات. والله العظيم البارحة كنا راح ننسجن، كنا راح نتورط، بس الحمد لله وشكرا لك الحال. خلي نروح نكلم ستيفي نقول له شنو يريد. والله ستيفي زعلان من عندنا. إيه أنا زعلان من عندك وخلاص أنا ما راح أسامحك. أوكي لا أرجوك سامحني أرجوك. لا 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 أنا ما أسامحك بس بشرط واحد. أوكي خلاص خلاص، مو اني البارحه انت قلت لي شرط وسويت اني ايه ايه بعد اكو شرط ثاني لازم انت تسويه حتى اني اسامحك 100%. اوكي خلاص بس قل لي شنو هذا الشرط؟ اريدك هسه تاخذ البيكاكس مالتي. لا لا اني بعد ما اسرق، بعد ماني اسرق ما اسرق نهائيا. لا لا مو سرقه، راح تاخذه اني راح اعطيك اياه. اوكي
خلاص راح اخذه من هنا. طيب شنو لازم اسوي؟ اريدك هسه تروح تفلش لي ستاك بلوكات دايموند وتجيبن الي، تمام؟ خلاص سهله شيء، الشغله بسيطه، بس المشكله شباب والله العظيم السرقه حرام. اوكي طيب، بيت اخوي، بيت اخوي هذا شباب وبنات، ليش ما نروح نفلش بيت اخوي حميد او محمد؟ انا حميد واخوي محمد. اوكي على الاقل اذا نفلش بيت اخوي، على الاقل اذا يقول لي ليش فلشته ما ادري شنو، على الاقل اجيب له عذر واقول له، اقول له لو ما لو فلتش هذول الدايموندات والله العظيم راح انسجن. يلا يلا شباب وبنات، انا هسه خلي اكمل افلش كل هذول الدايموند اللي موجودين هنا، حتى شنو، حتى ان شاء الله ان شاء الله حميد او هذا العم ستيف يا حميد، ان شاء الله حتى حميد يسامحنا وبعد ما نروح للسجن ويسامحنا 100%، يا رب. اوكي يلا هسه خلي نكمل نفلش كل هذا الدايموند اللي موجود هنا بهذا الشكل. وا 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 يلا يلا خلي نكمل نفلش بهذا الشكل، قررنا خلاص ما باقي شيء. والله خلينا نشوف شنو موجود جوا بيت محمد. ماكو شيء ماكو شيء ماكو شيء. او عند بيكاكس دايموند، والله حلو. اوه شغلات ما عجبني الشغلات اللي عند حميد اخوي. اوكي احنا خلي نفلش بس هذا الدايموند اللي موجود عنده، وان شاء الله ان شاء الله راح نحوله الى بلوكات دايموند. اوكي ان شاء الله ما راح يتحولن الى بلوكات دايموند، راح ننطيهن الى عمه هذا ستيف، وان شاء الله ان شاء الله راح يفرح وبعد راح يسامحنا، وان شاء الله راح نصير احنا افضل ناس بالعالم. يلا هسه خلي ارجع له. اوه اكو بلوكات مطشره هنا، ليش ما احنا نفلشن يا شباب يا بنات؟ اوكي خلي نجيب البلوكات، كل البلوكات المطشره نجيبن كلهن. اوكي من هذا الاتجاه. طيب شلون راح نفلشن هذول؟ هاي اوكي هالبلوكه نقدر عليها، بس هذول ما نقدر، اعتقد يبينا بعد نجيب لنا شوي ديرتايات. خلينا نجيب لنا شوي ديرتايات. اوكي نجيب لنا شوي ديرتايات، وان شاء الله ان شاء الله راح نصعد لهذول البلوكات ونفلشهم، وان شاء الله ان شاء الله زي ما قلت لكم راح يصير عندنا كميه كلش مال دايموند كلش كلش زينه. اوكي بنكمل نفلش هذا الدايموند اللي موجود هنا. طيب يا وحده نوصل، يا وحده نوصل، لا هاي ما نقدر نوصل لها. طيب هاي نقدر نوصلها شباب؟ دقيقه خلينا نشوف. لا والله ما نقدر. طيب راح نضحي ببلوكتين دايموند من النانا النانا. اوكي نفلش هنا هاي البلوكه هسه، وهاي البلوكه حلو. هسه شنو نضحي لنا بلوكتين من النانا او ثلاثه عادي، ونفلش هنا هاي البلوكه اللي موجوده هنا، ونجي من النانا نضحي لنا ثلاثه بلوكات من النانا، ونفلش لنا البلوكه اللي من النانا. هسه خلص فلشنا كل البلوكات اللي فوق. اوكي هسه خلينا نكسر لنا هذول البلوكات كلهم ونشوف كم راح يصير عندنا من بلوك الدايموند. واو والله العظيم انا كلش كلش متحمس يا شباب يا بنات. طيب هسه نشوف 4 6 7 8 10 11 اوكي 12 بلوكات دايموند يا شباب بنات. والله العظيم كميه كلش اسطوريه، بعد ماكو بلوكه مطشره؟ لا والله ماكو. اوه شوفوا شنو لقينا، كهف كهف، بس مو اي كهف عادي هذا يا شباب يا بنات، كهف دايموند. يلا يلا خلي نجيبه كله 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 نجيبه كله. اوكي خلي احنا هسه نكمل نفلش كل الدايموند اللي موجود هنا بهذا الشكل. والله العظيم كميه كلش اسطوريه مال دايموند، حتى احنا نعوض الشنو لصديقنا ستيفي اللي انحرمات احنا خمطنا من عده. يلا يلا هسه خلي اروح لاول مره. اوكي اوكي ان شاء الله راح يفرح هسه بشكل مو طبيعي. اي سلام عليكم عم ستيفي، تفضل تفضل جبت لك دايموند كلش هواي. والله العظيم انت كلش اسطوره. طيب بس اريدك تاخذ الدايموند اللي عندي وتسوي بهن بلوكات، تمام؟ خلاص راح اخذ البلوكات اللي عندك. والله عنده هواي بلوكات دايموند يا شباب ويا بنات ما شاء الله. اوكي احنا هسه شنو راح نسوي؟ الكرافتنج تيبل ماتي وين؟ الكرافتنج تيبل ماتي وين؟ والله العظيم نسيت، اعتقد باحد الصناديق مال صديقنا. اريد كرافتنج تيبل، دقيقه خلي ندور لنا على الكرافتنج تيبل، يا رب نلاقيها بهذا الصندوق. لا 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 هاي الكرافتنج تيبل وين؟ وين 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 مو موجوده مو اي لقينا اربع حبات خشبايات، نسوي لنا كرافتنج تيبل بشكل سهل، نسوي لنا هسه هذول كلهم نحولهم الى دايموند. اوكي بهذا الشكل ان شاء الله راح نحولهم كلهم الى دايموندات. اوكي خلاص نكملهم بهذا الشكل، سبعه صار ستاك بلوكات دايموند والله رهيب. طيب نشوف كم هذول كلهم، سبعه اوكي خلاص. طيب بس شنو لازم اسوي بهذول ستاك بلوكات دايموند؟ اوه ستاك بلوكات دايموند والله رهيب. طيب شنو لازم اسوي بيهن؟ اريدك تحول هذا البني كامل من شنو؟ من حجر الى دايموند. اوكي؟ طيب واذا راح احول راح يصير الي او الك؟ الي والك في نفس الوقت، تمام؟ اوه شباب وبنات يعني راح يصير عندنا بنك ابو الدايموند
والله العظيم هاي خوش شغله يا شباب يا بنات. يلا 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 بسم الله الرحمن الرحيم. هسه خلي نغير البنك مالتنا من 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 حجر الى دايموند. والله العظيم فد شيء اسطوري. طيب هسه خلي احنا نفلش كل هذول البلوكات الحجريه ونغير مكانهم دايموند. رهيب. طيب اول شيء لازم احنا نحوله اللي هو يا شباب يا بنات حرف البي حرف البنك. لازم هذا اول شيء لازم احنا نغيره حتى شنو؟ حتى يعرفون الناس انه هذا بنك مال اغنياء مو مال فقراء. اوكي 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 الحمد لله والشكر. صار عندنا هسه بنك اسطوري خرافي ما في احسن من عنده مال اغنياء. اوكي هسه خلصنا بهذا الشكل. هسه بس خلي نفلش انه هذول وشنو يا شباب ويا بنات ونبدي نشتغل على هذا. وان شاء الله هذا كله 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 راح نحوله من حجر الى شنو؟ الى دايموند. واو والله العظيم اني كلش فرحان. واو